فيديو النهاردة هيبقى فيديو جدا مختلف، لان احنا معانا اكثر 5 كلمات عامية او سلانج ووردز بتحصل في سنة 2024 او 2024. هتشوفهم في افلام، هتشوفهم في تعليقات، في كومنتس، هتسمعهم في اغاني وكتير زي كده. يلا بينا نبتدي مع بعض لانك لازم تعرف. واول كلمة معانا النهاردة هي بو جي. ايوه بتتنطق كده، بوجي، ومعناها فخم كده او حاجه فخمه، اي حاجه فخمه كده او كلاسي او فانسي ممكن تقول عليها بوجي. لما اقول لك مثلا oh your suit is bougie، يعني البدله بتاعتك بدله فخمه كده، او this restaurant is bougie. بوجي. وتاني كلمه معانا النهارده عاميه مستخدمه وبكثره في اللغه الانجليزيه ايا كانت اللهجه، هي كلمه salty. ايوه الملح، لو حطيت عليه واي بقى salty ومعناها غاضب. لما اقول لك مثلا why are you acting salty like that؟ I'm just telling you the truth. انت ليه غاضب كده ومتضايق ومفلفل ومشطشط؟ ما هي برضو ملح وشطه وفلفل، انا بس بقول لك الحقيقه. اوكي salty. معانا التعبير اللي بعد كده وهو rent free، ده ترجمته الحرفيه يعني بدون ايجار. اوكي او to live rent free يعني تعيش في مكان من غير ما تدفع ايجار، لكن دي الترجمه الحرفيه. الترجمه الحقيقيه بدل المصطلح ده مستخدم كتير جدا، وركز معايا، هو انك تسيب حاجه تاكل دماغك او تبقى مركز في حاجه قوي وشاغل فيها دماغك، مع ان الحاجه او الشخص ده مش شاغلين بالهم بيك اكتر. مثلا every time you're talking about someone، فصاحبك بقى يقول لك خلاص بقى كفايه كلام عليه، he's living rent free in your head، هو يعني عايش ببلاش في دماغك. دي الترجمه الحرفيه، لكن معناها ان هو انت مركز معاه قوي وسايبه واكل دماغك. اوكي وده كمان مشهور جدا وهو vibe check. وvibe check هتشوفها كتير قوي على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عموما واليوتيوب والانستجرام. دايما مثلا بتستخدم قبل ما تقول سؤال، اللي هي حاجه زي ايه الاخبار، حاجه زي كده، وبعدين السؤال يسال. لما يقول لك مثلا vibe check What do you think of this outfit? Does it work for me? ايه رأيكم في اللي انا لابسه دوت؟ شغال معايا؟ ماشي معايا؟ تمام؟ ف vibe check يعني حاجة زي الدنيا ماشية ازاي؟ عاملين ايه؟ قبل ما تسأل أي سؤال، أوكي؟ أو مودكو عامل ازاي؟ وآخر slang word أو كلمة عامية معانا النهاردة ومستخدمة وبكثرة برضه في 2024 2024 هي delulu، أوكي؟ delulu جاية من delusional، وده معناها انك واهم او بتفكر بطريقه غير واقعيه بالمره. اوكي ده معنى delusional. لما اقول لك مثلا you're delulu، do you think she loves you؟ انت واهم، انت فاكر ان هي، انت بتخطرف، انت فاكر ان هي بتحبك. ف delulu. دي كانت اهم 5 كلمات مستخدمه في السلانج انجلش 2024. لو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.